بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، نكمل في هذا الفيديو اللكتشر الثاني، ورح ناخذ موضوع The Greatest Integer Function. يقول The Function Whose Value at Any Number، الدالة اللي تكون قيمها في أي عدد X is the greatest integer، اللي هو أعظم عدد صحيح، less than or equal، أقل أو مساوي to X، للعدد X is called greatest integer، يسمونها بالgreatest integer function. It is denoted، ويرمز لها بالرمز هذا الرمز، or in some books بهذا القوس X، or بهذا يعني قوسين داخلهم X، or int X. The greatest integer function، الأعظم عدد صحيح للدالة الـ x راح يكون أكبر أو يساوي للانتجر x، وأقل منين من الانتجر x زائدا واحد. هذا القانون مهم جدا، لازم تنتبه عليه في حل الأسئلة، مهم جدا راح نستخدمه هواية. فمثلا إذا أخذنا example find the integer of the following، جد العدد الصحيح للدوال الآتية مثلا، أو للأعداد الآتية العفو، مثلا 2.4، إحنا قلنا العدد الصحيح لازم يكون أقل أو مساوي، وبالتالي 2.4 فالعدد الصحيح مالته اللي هو 2، لأن يعني لازم يكون لو أقل لو مساوي، فبالتالي راح ناخذ أقل اللي هو 2.4. إن أنا 1.9 فالعدد الصحيح مالته راح يكون أقل أو مساوي، إن راح ناخذ أيضا الأقل اللي هو الواحد. كذلك الصفر بوينت واحد، هنا أنا أيضا أقل اللي هو الصفر، الصفر بوينت صفر هنا راح يكون مساوي، يعني الانتجر الصفر هو العدد نفسه، انتجر الثلاثة العدد نفسه راح يكون، بذلك راح يكون مساوي، انتجر الأربعة هو الأربعة نفسه، انتجر الخمسة هو العدد نفسه. بس إذا راح يطلع لنا، إذا مثلا عدد مكون من جزء صحيح وجزء عشر مثل هذا، 2.4 راح نأخذ الأقل، 1.9 راح نأخذ الأقل، 0.1 راح نأخذ الأقل، بينما إذا كان عدد صحيح فنقول انتجر صحيح هو العدد الصحيح نفسه، يعني انتجر 3 3، انتجر 4 4، انتجر 5 5، بينما قلنا اذا انتجر عدد وجزء 20 مثلا 1.9 و 0.1 2.4 راح ناخذ شنو الاقل، حسب القاعده مالتنا اللي شو تقول انتجر العدد هو اما العدد نفسه او اقل من عنده. اذا متى ناخذ العدد نفسه؟ راح ناخذ العدد نفسه اذا كان هو العدد صحيح نفسه بدون جزء 20، اما اذا كان العدد صحيح وجزء 20 راح ناخذ اقل من العدد. فمثلا هنا السالب بوينت واحد، سالب بوينت واحد، سالب واحد العفو بوينت اثنين، ماينس واحد بوينت اثنين، فاحنا قلنا لازم ناخذ اما اقل او مساوي له، فالماينس واحد بوينت اثنين ما يصير ناخذ واحد، يعني السالب واحد راح يكون اكبر من الماينس واحد بوينت اثنين، فبالتالي من الاقل من الماينس واحد بوينت اثنين اللي هو شنو؟ الماينس اثنين. ليش اخذنا ماينس اثنين؟ لان الماينس اثنين اقل من هذا العدد. نفس الحالة للماينس 0.3 ما راح ناخذ صفر، ليش؟ لان الصفر اكبر من 0.3، وبالتالي لازم شنو ناخذ؟ اقل من الاقل اللي هو السالب واحد. كذلك الحال بالسالب 2.0، هنا من الاقل او ماكو اقل، هنا يعني ولا ما راح ناخذ لا اقل ولا هذا، راح ناخذ مساوي، ليش؟ لان 2.0 فسالب 2 هو نفسيته سالب 2، فبالتالي هنا راح ناخذ العدد السالب نفسيته، ليش؟ لان ما مكون من جزء 20 وانما من عدد صحيح، فال2.0 هو نفسه شنو؟ العفو، سالب 2.0 هو نفسه سالب 2، وبالتالي انتجر سالب 2 سالب 2، انتجر سالب 3 سالب 3، انتجر سالب 4 سالب 4، انتجر سالب 5 سالب 5، انتجر 3 3، انتجر 1 1، انتجر 2 2. اذا انتجر العدد الصحيح هو العدد الصحيح نفسه، بينما انتجر العدد المكون من عدد صحيح وعدد جزء 20 ناخذ اقل من العدد. فانتجر 2.4 من الاقل 2، انتجر سالب 1.2 من الاقل من عنده اللي هو السالب 2. فعمليه بسيطه جدا وسهله. ناخذ اكزامبل ثاني، هنا نقول فايند the interval of the following function، يعني جد الفترة للدوال الآتية. مثلا انتجر الx يساوي لي 2، انتجر الx يساوي لي 2، فاحنا نعرف انه حسب القاعدة مالتنا انه الx لازم شي يكون انتجر العدد صحيح او greatest integer للعدد للدالة x، لازم شي يكون اكبر او يساوي للx، فهو اكبر او يساوي، يعني من هو 2، الاكس هنا يساوي 2 فيكون اكبر او يساوي 2، او اقل منين؟ من الاكس زائد 1، وبالتالي صار 2 زائد 1 3، يعني صار اكس اكبر او يساوي 2 واقل او يساوي 3 حسب يا قاعده. هذه القاعده اللي قلت لك مهمه جدا وراح نستخدمها بحل عدد كثير من الامثله. راح ناخذ مثال ثاني، مثلا انتجر 2 اكس ماينس 1، فبالتالي حسب القاعده انه الاكس لازم اكبر او يساوي ان الاكس،
قيمة الاكس هنا ايش قد طلعت لي؟ واحد او اقل او يساوي منين؟ من الاكس زائد واحد، فبالتالي هنا واحد زائد واحد اثنين، اي ان اثنين اكس اكبر او يساوي من الواحد واقل من يساوي من اثنين، وهنا اقل من اثنين العفو، فهنا قسمنا على اثنين فصارت الاكس اكبر او يساوي من النص واقل من الواحد. هذه هي الفترة مالته. كذلك نجي لهذا الواحد على ثلاثة، انتجر واحد على ثلاثة اكس يساوي لنا ايش قد؟ اثنين. فقلنا الاكس اكبر او يساوي لنا اياها والعدد نفسه اللي هو اثنين واقل يساوي اثنين، والاكس زائد واحد وبالتالي اثنين زائد واحد طلعت لي ثلاثة، اقل من الثلاثة. نفس الحال هنا حتى نتخلص من الثلاثة راح نضرب المعادلة في ثلاثة، فيصير هنا ستة، هنا تصير اكس تبقى، وهنا راح يصير تسعة، فالاكس اكبر او يساوي لنا ستة واصغر من التسعة. كذلك الحال بإذا كانت قيمة الانتجر قلنا طلعت لنا سالب واحد، فراح طلع لنا 2 اكس اكبر او يساوي لنا سالب واحد واقل منين؟ من سالب واحد. شنو قلنا؟ نضيف له واحد، سالب واحد زائد واحد، وبالتالي طلع شنو؟ صفر. سالب واحد زائد واحد يطلع صفر، هنا نقسم على 2 فيطلع الاكس اكبر او يساوي لنا سالب نص واقل من الصفر. عملية بسيطة جدا وسهلة. هنا عندنا بعض الخواص اوف الجريتست انتجر فاليو اللي هو انتجر 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 الاكس، راح يطلع لنا نفسيته هو انتجر الاكس، وانتجر الاكس زائدا ان هو نفسيته انتجر الاكس زائدا الان، وير ان از ذا انتجر. وكذلك الحال بالنسبه للانتجر اكس ناقصا ان هو نفسيته لانتجر الاكس ماينص الان، وسالب في انتجر الاكس لا يساوي ان لا يساوي ان انتجر السالب اكس. هذه خاصيه الرابعه مهمه جدا، انه سالب في انتجر العدد لا يساوي ان انتجر سالب العدد، لازم تنتبه لهذه الحاله. ليش؟ لانه احنا قلنا بالسالب راح ناخذ اقل او يطلع العدد نفسه حسب خاصيه الانتجر، اما يطلع العدد نفسه اذا كان عدد صحيح او اقل من عنده اذا كان مكون من عدد صحيح وجزء 20. راح ناخذ ايضا طلاب الفكشن ديفايند ان بيسز. بموضوع طلاب الفكشن ديفايند ان بيسز يعني تعريف الداله الى في قطع او في اجزاء، مثلا يقول وايل سم فكشنز defined by single formula، يقول بينما هنالك بعض الدوال يمكن تعريفها بواسطة فورمولا واحدة، بواسطة فورمولا مفردة يعني بواسطة معادلة واحدة، other are defined by applying different formula to different parts of their domains، بينما اكو بعض الدوال الاخرى يمكن تعريفها بواسطة معادلات مختلفة حسب الاجزاء المختلفة مالتها للدومين. وبالتالي اذا واحد من هذه الامثلة او واحد من هذه الدوال اللي تعرف باكثر من معادلة هي الابسولوت فاليو، مثل ما اخذناها ان الواي نفسها مطلق الاكس او تساوي تحت الجذر الاكس تربيع، فهنا أنا مطلق الاكس ممكن تطلع لنا اكس، يعني المعادلة الاولى راح تكون اكس عندما كان اكس اكبر من صفر، او ممكن تساوي سالب الاكس اذا كان الاكس اصغر من صفر. يعني هنا هذه الدالة تعرفت بكم معادلة، بكم فورمولا؟ باثنين فورمولا، الفورمولا الاولى هي الاكس والفورمولا الثانية هي سالب اكس، وبالتالي تعرفت باكثر من فورمولا واحدة. هنا اذا ردنا نرسمها هذه الواي، هذا الاكس موجب، هذا الاكس سالب والواي السالب اللي جوا، شلون راح نرسم الداله طلاب؟ مثل ما نعرف انه ناخذ قيم للاكس، ناخذ مره قيمه للاكس مثلا 0 1 2 سالب 1 سالب 2، يعني ناخذ خمس قيم للاكس حتى نقدر نرسم الداله، ناخذ قيمتين موجبه والصفر وقيمتين سالبه، فاذا كان الاكس 0 راح يطلع لك الواي 0، اذا كانت الاكس 1 راح يطلع لك الواي 1، اذا كانت الاكس 2 راح يطلع لك الواي 2، فهنا ما يحتاج اصلا تاخذ قيم سالبه. ليش؟ لان الواي هنا الواي تساوي اكس راح يطلع لنا خط مستقيم اللي هو بالجزء الموجب، والواي سالب اكس راح يطلع لنا وين؟ بالجزء السالب. وبالتالي ارسم هذه الداله هو خط مستقيم بالجزء الموجب العفو، خط مستقيم بالجزء السالب. فناخذ امثله مثلا طلاب، فلنفرض ان الداله الاكزامبل هذا اللي عندنا يقول ذا فاليوز اوف ذا فاكشن، اذا كانت الاف اكس تساوي ماينس اكس اذا كان الاكس اقل من صفر، واكس تربيع اذا كان الاكس اكبر او يساوي صفر واصغر او يساوي واحد، والاكس تساوي واحد اذا كانت الداله الاكس اكبر من واحد. هسه طلاب مثلا شلون نرسم هذه الداله؟ حتى نرسم هذه الداله لازم قلنا مثل ما قلنا ننطق قيم الاكس حتى تطلع لنا قيم الواي، لان هي الاف اكس هي نفسها الواي، وبالتالي حتى نرسم الواي تساوي لي سالب اكس، فمره اخذ القيم الاكس واحد، مره اخذ الاكس اثنين، مره اخذ الاكس ثلاثه، وبالتالي راح تطلع لي هذه كخط مستقيم بهالطريقه هذه.
من تكون الداله تساوي لي الواي تساوي لي اكس تربيع، نفس الحاله مره راح اخذها صفر، مره راح اخذها واحد، مره راح اخذها صفر واحد، لان هو الاكس هنا انا قال لك بين الصفر بين الواحد، فراح اخذ الصفر واخذ الواحد، وبالتالي اذا اخذت صفر او واحد راح تطلع لي هنا الرسم بهالطريقه هذه. من اخذ الاكس صفر راح تطلع الواي صفر، من اخذ الاكس واحد راح تطلع لي الواي واحد. طلاب العفو، من قلنا الاف اكس تساوي لي سالب اكس، الاكس قيم الاكس لازم تكون اصغر من صفر، وبالتالي حتى اخذ قيم لازم اعوض بقيم اكس اللي اقل من صفر اللي هي سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة. مثلا حتى تطلع لي راح تطلع عندنا هذه بهالطريقه هذه بالجانب هذا، وهنا انا اخذت قيم اكس بين الصفر والواحد، وعندما يقول لي عندما يقول لي الاكس او الداله تساوي لنا واحد يعني الواي تساوي لنا واحد، فمعناه ان الداله راح تطلع لي خط مستقيم يعني تبدي من الواي تساوي لنا واحد وتستمر الى ما لا نهايه، يعني قيمه الاكس وقيمه الواي هنا راح تكون ثابته، يعني عندما الاكس الواي تساوي لنا واحد يعني الاكس ايضا راح تساوي لي واحد، وعندما الاكس تساوي لنا اثنين الواي ايضا راح تبقى واحد، عندما الاكس تساوي لي ثلاثة الواي راح تبقى واحد، عندما الاكس تساوي لي أربعة الواي راح تبقى واحد، لانه هنا العلاقه هي خط مستقيم، عندما يقول لك الواي تساوي لنا واحد يعني راح نرسم خط مستقيم موازي للاكس من عندما اكس يساوي لي واحد، وبالتالي هذه هي رسم الداله بكل بساطه. ناخذ داله اكثر تعقيد شويه، فلنفرض هذا المثال جراف ذا فانكشن، يقول لك ارسم الداله الواي تساوي لاف اكس وتساوي لنا مطلق الاكس ناقص 3 وزائد مطلق الاكس زائد 2. هنا حسب تعريف الابسولوت فاليو ان الواي حتى نحل هذه الطلاب حتى نحل هذه المعادله لازم نروح تعريف الابسولوت فاليو. شو يقول؟ يقول مطلق الاكس اما يكون موجب اذا كان الاكس اكبر من صفر، يا اما يكون سالب اذا كان الاكس اكبر من صفر، وبالتالي الاكس ناقص 3 مطلق الاكس ناقص 3 حتى نحلها يا اما يطلع لنا اكس ناقص 3 يعني مثل التعريف قلنا مطلق الاكس ناقص 3 تمثل مطلق الاكس، والاكس ناقص 3 راح تمثل الاكس، فمطلق الاكس ناقص 3، اما يبقى اكس ناقص 3 يمتى؟ اذا كان هذا الاكس ناقص 3 اكبر او يساوي لنا صفر، او يطلع لنا السالب في الاكس ناقص 3 يمتى؟ اذا كان الاكس ماينس 3 اقل من صفر، وبالتالي اذا ردنا نرتب هذه فهذه اكس ناقص 3 تنزل، هذه شو تسوي لنا طلاب سالب 3 ننقلها الطرف الثاني، وبالتالي راح تكون الاكس اكبر او يساوي لنا 3، وهذا ايضا نرتب راح ندخل السالب على الاول وعلى الثاني صارت سالب اكس زائد 3، ونفس الحاله السالب 3 ننقلها لهنا فراح يصير الاكس ناقص 3، اذا مطلق الاكس ناقص 3 اما اكس ماينس 3 اذا كان الاكس اكبر يساوي لنا صفر، او ماينس اكس بلس 3 اذا كان الاكس اصغر من 3، هذه حل القيمه المطلقه مال الاكس ماينس 3. نجي بنفس الطريقه نحل المن القيمه المطلقة مطلقة للاكس بلس 2، اذا القيمة المطلقة للاكس بلس 2 اما تبقى اكس بلس 2 يمتى؟ اذا كانت هذه الاكس بلس 2 اكبر او يساوي لنا صفر، او الماينس في الاكس بلس 2 اذا كانت هذه قيمة الاكس بلس 2 اقل من صفر. بنفس الطريقة نجي نرتبها، هذه تنزل طلاب ننقل الزائد 2 للطرف الثاني فراح يصير ماينس 2، هذه ندخل السالب على الاول والثاني فصارت ماينس اكس ناقص 2، وهذه ننقلها للطرف الثاني ايضا راح تكون الاكس اقل من ماينس 2، فصارت عندنا 1 2 3 4. زين طلاب، هذه التعبيرات شلون راح نستخدمين او شنو الشيء المشترك بيناتهم؟ هنا أنا لازم ترسم طلاب على خط الاعداد، فانا سويت هنا أنا ما راسم لك بالمحاضره فسويت لك رسم خارج المحاضره، فهنا أنا عندما تكون الاكس اكبر او يساوي لنا 3 راح تكون هذه الداله اكس او يساوي لنا اكبر 3 هذه من الثلاثه فما فوق، يعني الثلاثه مو من ضمن الفتره، نقول لك اكس اكبر او يساوي لنا 3 فالثلاثه من ضمن الفتره، يعني من الثلاثه الى الموجب انفينيتي. بالحاله الثانيه من يكون الاكس اقل من الثلاثه، يعني اقل الثلاثه احنا مو من ضمن الفتره، يعني اقل من الثلاثه الى السالب انفينيتي. بالحاله الثالثه بعد تكون الاكس اكبر او يساوي لنا سالب 2، يعني من السالب 2 الى الموجب انفينيتي. وبالحاله الرابعه اللي هي الفتره الرابعه من يكون الاكس اقل من السالب ماينس 2، يعني اقل من الماينس 2 للماينس انفينيتي. نشوف هذه الطلاب هذه الفتره وهذه الفتره هي فترات مستقله، ماكو مشتركه، ماكو اشتراك بين هذه الفتره وهذه الفتره، لكن هذه الفتره وهذه الفتره راح تشوف اكو مشترك اللي هو من الماينس 2 للثلاثه. من الماينس 2 هذه ممكن نعتبرها فترة واحدة، ممكن ندمجها بفترة واحدة،
فلذلك من الماينس 2 للثلاثة راح ندمجها في فترة واحدة، وبالتالي هذه الثلاثة هي فترة الأكبر من الثلاثة فما فوق هي فترة تعتبر بوحدها، والأقل من ماينس 2 تعتبر فترة بوحدها، ومن الماينس 2 للثلاثة هذه راح نسويها فترة واحدة حتى نختصرها بثلاث فترات. فعندنا الفترة الأولى اللي هي الأكس أكبر أو يساوي لنا الثلاثة، والفترة الثانية الأكس أقل من الاثنين، والفترة الثالثة هذه اللي راح ندمجها اللي راح تكون الأكس هنا أكبر أو تساوي لي السالب 2 وأقل من 3. ليش؟ لأن سالب 2 داخل ضمن هذه الفترة، فراح تكون الأكس أكبر أو يساويني سالب 2 وأقل من 3. 3 ما داخل بهذه الفترة، داخل بالفترة الأولى، وبالتالي هنا صارت الأكس أكبر من سالب 2 وأقل من 3. أعي طلاب هنا هذه هنا بما أنه أكو جزء مشترك بيناتهم، هذه الفترة الدالة وهذه الفترة العفو هذه الفترة وهذه الفترة أكو جزء مشترك بيناتهم اللي هو من السالب 2 المن للثلاثة، اللي أقل من سالب 2 هو فترة بوحدة، واللي من الثلاثة فما فوق هو فترة بوحدة، بينما من السالب 2 للثلاثة اكو جزء مشترك بيناتهم، فهذه الطلاب راح شنو نخليها فترة ندمجها بفترة واحدة. فهنا السالب 2 ما راح تدخل، ليش؟ لان العفو السالب 2 راح تدخل هنا، لان هو هذه الدالة بادية ايضا منين؟ بادية من السالب 2 وما داخل هنا السالب 2، السالب 2 موجودة بهذه الفترة وما موجودة بهاي الفترة، يعني من ضمن هذه الفترة اللي جاي اشير لك عليها وليست ضمن هذه الفترة، لان هذه الفترة اقل من سالب 2، هذه سالب 2 او اكبر، وبالتالي هنا السالب 2 راح تدخل ضمن هذه الفترة، فقلنا اكبر او يساوي سالب 2. ليش انا اتحرك باتجاه اليمين؟ فراح يكون اكبر من سالب 2، وقلنا يساوي سالب 2 لان سالب 2 ضمن الفترة، الى ان وصلنا لمن؟ للثلاثة. الثلاثة ما داخلة ضمن هالفترة، يعني قال لك شنو؟ الاصغر من الثلاثة، الاصغر من الثلاثة، الثلاثة وين داخلة؟ بالفترة اللي فوق، وبالتالي راح تكون هنا فقط اصغر من الثلاثة، او اصلا هو التعبير مالتنا اكس اقل من الثلاثة. فهنا هنا التعبير مالتي اكبر او يساوي لنا سالب 2 واصغر من الثلاثة. إذا تريد تفهمها أو تريد بدون فهم، يعني أصلاً رياضياً راح تكون x أكبر يساوي سالب 2 والx شبيه أصغر من 3، يعني الx محصورة بين من؟ بين الأكبر أو يساوي للسالب 2 حسب التعبير مالتي، والx أصغر من 3. وإذا تريد تفهمها فهنا هي أصلاً من السالب 2 فما فوق، وهنا أقل من 3، فالx راح تكون أكبر أو يساوي للسالب 2 وأصغر من 3، وبالتالي دمجت هذين الفترتين بفترة واحدة. نرجع للمالتنا المحاضرة، وبالتالي صارت عندنا ثلاث فترات، هي الاكس ناقل اقل من سالب 2 والاكس اكبر يساوي من سالب 2 واقل من 3 والاكس اقل من الاكس اكبر او يساوي من 3. نيجي طلاب راح نسوي هسه نحل هذه المعادلة مالتنا اللي هي الاكس ماينس 3 مطلق الاكس ماينس 3 زائد مطلق الاكس زائد 3 حسب كل فترة، راح نحلها حسب الفترة الاولى وحسب الفترة الثانية وحسب الفترة الثالثة. فنجي للفترة الاولى اللي هي الاكس اقل من الماينس 2، في حالة الاكس الاكس العفو اقل من الماينس 2، من يكون الاكس من اقل من ماينس 2 هنا راح تكون سالب اكس ناقص 2، فمطلق الاكس زائد 2 هو شنو؟ سالب اكس العفو سالب اكس ماينس 2. مو بنقول مطلق الاكس زائد 2 بيكون فتره اقل من سالب 2، هذه الفتره اقل من سالب 2، الاقل الفتره من سالب 2 اللي شنو؟ ماينس اكس ناقص 2، فبالتالي حل الاكس زائد 2 هو ماينس الاكس زائد 2. بعد وعندما تكون الاكس نجي من نوبل المطلق اكس ناقص 3، هذه المطلق الاكس ناقص 3 يا اما هنا يا اما هنا، وين راح تمثلها الاكس ما اقل من الماينس 2 هنا اللي هي الاقل من الثلاثه، فاللي اقل من الثلاثه اللي هو من هو؟ الاثنين الواحد سالب 1 وهذين كلهم شنو؟ اقل من ماينس 2، وبالتالي باقل من ماينس 2 هنا راح تكون ماينس اكس زائد 3 اللي هو الحل مطلق الاكس ناقص 3. اعيد طلاب حتى نطلع الحل، الداله راح نحل الداله بالفتره الاولى ونحل الداله بالفتره الثانيه ونحل الداله بالفتره الثالثه. فاول فتره عندنا هي الاكس الاكس اقل من ماينس 2، فكتبت الداله مالتي، الداله مالتي اللي هي الاف اكس مطلق الاكس ماينس 3 بإضافة مطلق الاكس زائد 2، فمطلق الاكس ناقص 3 عندما تكون الاكس اقل من 2 وين؟ بهذه الفترة، هذه الاكس اقل من 3 والاكس الاقل من 3 هي نفسها راح تكون من ضمنها الاقل من الماينس 2، فبالتالي هذه هي راح تكون مطلق الاكس ناقص 3 الحل مالتها هو ماينس اكس زائد 3، فحط خلينا مكان مطلق الاكس ناقص 3 سالب اكس زائد 3، وكذلك الحال بالمطلق اكس زائد 2 هي واضحه، عندما تكون الاكس اقل من 2 هذا يكون الحل مال المطلق، وبالتالي طلعت لنا هذه المعادله، وبالتالي هنا صارت الاف اكس تساوي ماينس اكس زائد 3 ماينس اكس ناقص 2، وبالتالي طلعت الداله الاف اكس تساوي ماينس 2 اكس زائد 1. كذلك الحال بالنوبه لما اروح للفتره الثانيه اطلع الداله عندما تكون الاكس اكبر او يساوي سالب 2 والاكس اقل من 3،
عندما تكون الدالة الاكس اكبر من سالب 2 والاكس اقل من الثلاثة، نجي ايضا هنا طلاب اكتب الدالة المعادلة مالتي هي الاف اكس، او المطلق الاكس ناقص 3 زائد المطلق، هاي ثابتة. هسه من تكون الاكس اكبر او يساوي لنا سالب 2 واقل من الثلاثة، شلون راح يكون مطلق الاكس ناقص 3؟ مطلق الاكس ناقص 3 راح يكون طلاب هو نفس الشيء، من يكون الاكس اقل من الثلاثة راح يكون مطلق سالب الاكس زائد من الثلاثة، من يكون الاكس اكبر او يساوي لنا سالب 2 راح يكون المطلق الاكس زائد 2 هو نفسية x زائد 2، وبالتالي راح تطلع لنا هنا ايضا معادله جديده، سالب x زائد 3 زائد x زائد 2، الاكس وين الاكس يروح، فطلعت لي الاف اكس تساوي لي 5. والحاله الثالثه من اللي يكون الاكس اكبر او يساوي لي 3، فمطلق الاكس ناقص 3 هو x ناقص 3، ومطلق الاكس زائد 2 هو x زائد 2، وبالتالي راح تطلع لنا الاكس زائد x 2x، وناقص 3 زائد 2 ماينص 1. اذا طلعت لي الطلاب ثلاث معادلات، اذا الداله الاف اكس، وبالتالي الدالة الـ fx راح تكون لها ثلاث معادلات. المعادلة الأولى هي ماينص 2x زائد 1 عندما كان الـ x شنو؟ أقل من السالب 2، وطلعت 5 عندما كان الـ x أكبر من يساوي لنا سالب 2 وأقل من 3، وطلعت 2x ماينص 1 عندما كانت الـ x أكبر أو يساوي لنا 3. وبالتالي إذا أردنا نرسم الدالة، إذا هنا نقول لك الـ x أقل من الماينص 2. هسه طلاب هسه عرفنا طلعنا ال اف اكس ثلاث معادلات، واحدة اثنين ثلاثة، شلون راح نرسم طلاب؟ هسه احنا نقول هذه الواي الاف اكس اللي هي نفسها الواي، الواي تساوي لي ماينص 2 اكس زائد 1، يمتى؟ اذا كانت الاكس اقل من الماينص 2. من الاقل من الماينص 2 مثلا ناخذ ماينص 2.5 ماينص 3 ماينص 4 ماينص 5 ماينص 6، ذن كل القيم اقل من الماينص 2، فنعوض بالاكس مرة مثلا 2.5 ماينص 2.5 مرة ماينص 3 مرة ماينص 4 مرة ماينص 5، فبالتالي من نعوض هنا 2.5 هنا راح تطلع لي الواي 6، من نعوض 3 الواي راح تطلع لي 7، من نعوض 4 الواي راح تطلع لي العفو ماينص 4 راح تطلع لي 9، وهكذا راح تطلع لي يعني من نرسم هنا هذه النقاط ونوصل بينات هذه النقاط راح تطلع لي الدالة هي كخط مستقيم. نجي للدالة الثانية، احنا الواي تساوي لي 5، من نقول الواي تساوي لي 5 يعني راح يطلع لي مستقيم موازي المحور اكس، راح يطلع لي مستقيم موازي المحور اكس، من نقول واي تساوي 5 واي تساوي 6 واي تساوي 1 واي تساوي 2 الى اخره، من نقول الواي تساوي بما معناه راح يطلع لي مستقيم موازي المحور اكس، اذا راح يطلع لي مستقيم موازي محور اكس، وين نرسمه؟ عندما الواي تساوي لي 5، اذا وين الواي تساوي لي 5؟ هذا الواي تساوي لي 5 راح نرسم خط مستقيم راح يوصل بين هذه النقطه، خلينا نقول يوصل الى يستمر الى ما لا نهايه احنا، بس اللي هو تقول لي طبعا شلون يستمر؟ لا ما يستمر لا ما نهايه، ليش؟ راح يبدي منين؟ اكبر او يساوي لي الماينص 2، فالواي تساوي لي 5 منين تبدي؟ من الماينص 2 وتنتهي منين؟ اقل منين؟ من الثلاثة. ها فهذا الواي تساوي لي 5 امتى؟ من يكون الاكس اكبر من او يساوي السالب 2، فهنا من السالب 2 راح نبدي بقيمه اكس تساوي لي العب قيمه واي تساوي لي 5 ونستمر لمن؟ الى حد الاكس اقل من الثلاثة، اكس اقل من الثلاثة راح نرسم هالخط ونوقف هنا. نجي لمن النوبه للاثنين ناقص 2 اكس ناقصا 1، هنا الاكس اكبر او يساوي لي 3، اذا مره نعوض بالاكس يساوي لي 3، مره نعوض بالاكس يساوي لي 4، مره نعوض بالاكس يساوي لي 5 6، راح تطلع ام واي راح تطلع نقاط نرسمهم يعني عفوا نعوض عليهم ونوصل بين هذه النقاط راح تطلع لي هذا الخط المستقيم. اذا طلاب شلون راح ناخذ النقاط؟ راح ناخذ النقاط حسب الفتره، يعني من نقول ماينص 2 اكس زائد 1 يمتى؟ يكون الاكس اقل من السالب 2، اذا راح اختار مره ماينص 2.5 من الاقل من السالب 2، ماينص 2.5 ماينص 3 ماينص 4 ماينص 5 ماينص 6 راح تطلع لي النقاط على الاكس وعلى الواي اوصل بيناتهم راح تطلع لي هذا الخط المستقيم. اجي للمعادله الثانيه، قلنا هنا الواي تساوي 5 اللي راح يساوي لي يطلع لي مستقيم موازي لمن؟ المحور اكس، يمتى؟ عندما الاكس تساوي عندما الواي تساوي لي 5، يعني راح يبدي بهالطريقه هذه. زين منين ابدي ولحد ما نتوقف؟ ابدي منين؟ يمتى يطلع لي هو الواي تساوي لي 5؟ عندما يكون الاكس اكبر او يساوي لي سالب 2، اذا ابدي منين؟ من السالب 2 واقل منين؟ من الثلاثه، اقل من الثلاثه اوقف عند هاي النقطه. هذه المعادله الثالثه منين راح تبدي؟ تبدي من الثلاثه فما فوق، اذا من الثلاثه فما فوق اختار مره 3 مره 4 مره 5 مره 6 وعوض بالاكس هنا حتى تطلع لي قيم واي، وبالتالي اكمل المعادله مالتي وراح يطلع لي الرسم بهالطريقه هذه طلاب. يعني اعتقد موضوع بسيط جدا ان شاء الله ما تواجهون به اي صعوبه. راح ناخذ طلاب ايضا موضوع الصم ديفرنس برودكت اند
الكوشنز اوف فاكشن يعني الجمع، sums يعني الجمع، والديفرنس يعني الطرح او عملية الطرح يعني، والبرودكت اللي هو الضرب، والكوشنز اللي هي عملية القسمة على الدوال. فهنا انا قال لك if f and g are functions، اذا كانت f دالة و g دالة then we define the functions، ممكن تعريف الدوال بما يأتي. sum اللي هو الجمع، فيكون f plus g بالنسبة للx يعني اول مرة يعني هو نفسي f للx plus g للx، يعني اذا قال لك f plus g للx يعني هو نفسي f للx plus g للx. اذا قال لك difference f minus g للx يعني f للx minus g للx، يعني دالة f minus دالة g، أو ممكن نقول دالة g minus دالة f لأن قلنا جمع والطرح عملية إبدالية، ماكو مشكلة إذا جمعنا الأول، الأول ناقص الثاني أو الثاني ناقص الأول، فراح يطلع نفس الناتج. يمتى إذا كان f minus g للx بمعنى minus f للx minus g للx، أو إذا قال لك g minus f قصدي يعني طلاب هنا راح يكون g للx minus f للx، يعني هذه الدالة من قال لك f minus g يعني f للx minus شنو g للx. أما إذا قال لك g ناقصا f للx يعني أول مرة g للx minus f للx، فما يصير يعني تقدم وتأخر كيفك حسب الدالة اللي يعطيك إياها. فإذا قال لك f minus g يعني f للx minus g للx، إذا قال لك g ناقصا f يعني g للx minus f للx. كذلك الحال بالنسبة للضرب، الضرب قال لك إذا قال لك الاف للجي للاكس، وبالتالي الاف للاكس في جي للاكس. أما إذا قال لك القسمة الاف على جي للاكس معناه دالة الاف تقسيم دالة الجي، بشرط أنه دالة الجي لازم ما تساوينا صفر لأن مسير المقام يساوينا صفر. وإذا قال لك جي تقسيم الاف للاكس هو دالة الجي تقسيم دالة الاف، بدليل أيضا لازم شنو دالة الاف ما تساوينا صفر. هنا أنا طلاب فقط أنوه هنا أنه أنا قد تكون افتهمت غلط، انه انا من قصدي يعني جمع الجمع عمليه بداليه مو بهذه الطريقه، وانما اقصد انه اذا كان الاف ماينص جي للاكس فمن اول مره داله الاف ماينص داله الجي. اما اذا قال لي جي ناقص الاف فيكون داله الجي ناقص داله الاف، يعني تعرف ان انا راح يكون اذا كان الاف طبعا طلاب اكبر من الجي راح تختلف. مثلا اذا خلينا نفرض ان انا 3 ناقص 4 مو نفس 4 ناقص 3، يعني راح يصير عندنا اختلاف بين بالاشاره، فلازم ننتبه لهنا. اذا are also functions of x defined for any value of x that lie in both domain f and domain g، وبالتالي x راح تنتمي للدومين f تقاطع دومين g except the points which g للx يساوينا صفر in equation 1 or f للx يساوينا صفر in equation 2. وبالتالي يعني احنا راح نقدر نطلع هنا الدومين والرينج، مع الانتباه انه بالمعادله الاولى لازم انه داله g ما تساوينا صفر، وبالمعادله الثانيه لازم داله الf ما راح تساوينا صفر، وبالتالي لازم نحل امثله حتى نعرف شنو هذا الحكي اللي حكيناه. فهنا أنا بالمثال الطلاب يقول combining function algebraically يعني ادمج الدوال الآتية algebraically. ف the functions defined by the formula، إذا كانت دالة ال f راح تساوي لي جذر ال x، ودالة g تساوي لي تحت الجذر 1 minus ال x. هنا أنا have domains، الدومين ال f الدومين مال هذه الدالة f مثل ما نعرف احنا نقدر نطلعها اللي هو راح يطلعنا من الصفر ل infinity، بينما دومين g اللي هو من السالب infinity للواحد. The points common to these domains are the point. وبالتالي هنا أنا هاي الدومين وهاي الدومين هي أكو تقاطع بيناتهم، من نرسمهم على خط الإعداد راح نشوف إنه التقاطع بين هذا الدومين والتقاطع بين هذا الدومين اللي هو من الصفر للواحد، الفترة المغلقة طبعاً من الصفر للواحد لأن الصفر داخل بهالفترة وداخل أيضاً الواحد بهالفترة، فالتقاطع الدواء بين هذين الدالتين دومين هذه الدالة وهذه هذه الدالة راح تطلع من الصفر صفر واحد، وبالتالي الدومين مال مال الدالتين بعد دمجهم اللي هو الصفر والواحد، الفترة المغلقة العفو من الصفر للواحد. وبالتالي هنا إذا أردنا نطبق عمليات الدمج أو عملية الربط بين هذه الدالتين بالصم والديفرنت والبرودكت والقسمة، راح نحصل أنه من إذا قلنا F زائدا G، وبالتالي F زائدا G للX راح يساوينا اللي هي جذر الX اللي هي F زائدا 1 ماينص جذر اكس. هنا راح يكون قلنا هذه زائد هذه، هذه داله زائد هذه، فالدومين مالتين راح يكون تقاطع
هذه الدالة تقاطع هذه الدالة اللي هو قلنا راح يطلع لنا من الصفر للواحد. وبالتالي إذا ما انطاق بالسؤال دومين الدالة الأولى دومين الدالة الثانية، فأنت لازم تطلع دومين الدالة الأولى وتطلع دومين الدالة الثانية، وبالتالي تقول الاف زائد ان جي، فالدومين مالتين هذه راح يكون هو التقاطع بين الدالتين اللي راح يطلع لي الفتره المغلقه من الصفر للواحد. كذلك الحال بالنسبه للماينس الاف ماينس داله الاف ماينس داله الجي، راح يطلع لي ايضا جذر الاكس ماينس جذر واحد ناقص الاكس، وبالتالي ايضا راح يكون هو التقاطع اللي هو من الصفر للواحد. زين طلاب، اذا قلنا بالعكس جي ماينس الاف نفس الحاله، راح يطلع لنا جي ناقص يعني داله الجي ماينس داله الاف للاكس، اللي هو هنا راح يكون داله اول مره جي ماينس داله الاكس، راح يبقى نفس الدومين ما راح يتغير اللي هو من الصفر للواحد. اما في حاله الضرب اللي هو داله الاف في داله الجي، فراح يبقى ايضا داله الاف اللي هو الاف للاكس في داله الجي، وبالتالي راح يطلع لي انه جذر الاكس في جذر الواحد ماينس اكس، وبالتالي راح تكون جذر الاكس في واحد ناقصا اكس تربيع، وبالتالي هذه الداله راح يصير ندخل الاكس على اول الثاني، راح يطلع جذر الاكس ناقص اكس تربيع. ليش؟ لان بما انه جذر التربيع في جذر تربيعي، نقدر نضرب اللي داخل الجذر بكل سهوله، والدومين هنا ايضا ما راح يتغير عندنا، لان بقت الداله شنو؟ بقت الداله جذريه، وبالتالي اذا بقت الداله جذريه ما راح يتغير، اي ان الدومين مالتنا راح يبقى منين؟ من الصفر للواحد. هنا أنا بالداله الكسريه لازم ننتبه انه الاف على الجي يعني داله الاف على الجي للاكس، وبالتالي داله الاف اكس على داله الجي اكس، فداله الاف اكس هي الاكس، داله الجي اكس هو الواحد ناقص اكس، اثنيناتهم تحت الجذر التربيعي، راح يكون ممكن ندمجهم بجذر واحد، لان قلنا القسمه عمليه ابداليه بالنسبه للجذر، وبالتالي صارت الاكس على الواحد ناقصا اكس، وبالتالي هنا لازم ننتبه ان الدومين راح يبقى نفسيته، لكن بشرط واحد، لازم المقام لا يساوي الصفر، اي ان الواحد لازم انه قيمه الاكس ما تساوي الواحد، لان واحد ماينس واحد راح يساوي الصفر، وبالتالي هنا الدومين راح يبقى نفسيته، لكن راح نضيف شرط اساسي انه الاكس لازم ما يساوي لي واحد. اما اذا قلبناها اي جي على الاف يعني داله الجي على داله الاف، وبالتالي داله الجي على داله الاف راح تكون جذر الواحد ناقص اكس على الاكس، وبالتالي هنا الشرط ايضا راح يتغير، راح يبقى نفس الدومين، لكن بشرط واحد انه هنا لازم المقام ما يساوي صفر، وبالتالي راح تكون الفتره المفتوحه منين؟ من الصفر للواحد، يعني الاكس لازم هنا الاكس يساوي صفر، هنا اكسكلودد، يعني شنو هنا قصدي نستثنيها او نحذفها من الداله، وبالتالي صارت الداله المفتوحه من الصفر للواحد، يعني نفس الداله نفس الدومين ما عدا الاكس، لازم الاكس هنا شو اللي يساوي صفر؟ اكسكلودد، يعني شنو هنا نستثنيها، يعني تنحذف من الداله، يعني الاكس يساوي صفر هذه مو من ضمن الداله، وبالتالي خليت الصفر هنا فتره مفتوحه، مثل ما هنا خليت الواحد مفتوح فتره مفتوحه، لان قلنا لازم المقام ما يساوي لنا واحد، وبالتالي لازم الاكس ما يساوي الواحد، فقلت الاكس يساوي لنا واحد لازم شنو؟ اكسكلودد، لازم مو من ضمن الداله، وبالتالي خليت الفتره المفتوحه من جهه الواحد والفتره المغلقه من جهه الصفر. ناخذ ايضا مثال لاخطاء الطلاب، انه راح ناخذ مثال انه لازم اول مره نطلع الدومين للدالتين، اللي هو يعني بالمثال السابق انطيتك الدومين مال الداله، لكن بالاسئله العاديه ما راح اعطيك الدومين مال الداله، فلازم انت تطلع، لان احنا اخذنا امثله كثيره شلون نوجد الدومين مال الداله. وبالتالي هنا أنا اذا قال لك give the domain of fx and gx and the corresponding domains of f plus g f minus g و g minus f والاف في الجي والاف تقسيم الجي اند جي تقسيم الاف، وير الاف اكس هي تحت الجذر 4 ماينس اكس تربيع، والجي اكس هي 3 زائد 3 اكس زائد 1. وبالتالي هنا حتى تطلع اول شيء اول خطوه لازم اطلع الدومين مال الاف اكس واطلع الدومين مال الجي اكس، فالدومين مال الاف اكس بما انه داله جذريه طلاب، فاحنا نعرف ان الداله الجذريه لازم تكون لازم تكون اكبر او يساوي الصفر، وبالتالي داخل الجذر 4 ماينس اكس تربيع قلنا اكبر او يساوي الصفر، حليناها بالفرق بين المربعين، وجينا هنا اختبرنا الاثنين ماينس اكس الاكبر من 2 واصغر من 2، واختبرنا الاثنين بلس اكس الاكبر من سالب 2 والاصغر من سالب 2، فالموجب في السالب سالب، والموجب في الموجب موجب، والسالب في الموجب سالب. هنا متى تكون هذه الاثنين ماينس اكس في الاثنين زائد اكس اكبر وتساوي لنا صفر؟ فقط في هذه الفتره اللي هي من سالب 2 ل 2، طبعا السالب 2 قال اذا عوضناه راح يطلع صفر، واذا عوضنا الاثنين راح يطلع صفر، وبالتالي تحقق ايضا الشرط، وبالتالي صارت الفتره المغلقه من سالب 2 لمن؟ لل 2. إذن الدومين مال الدالة دومين الدالة F
هي من سالب 2، الفتره المغلقه من سالب 2 من الاثنين. زين، الفتره الثانيه الجي اكس اللي هي 3 اكس زائد 1، هذه الداله الطلاب هي داله كثيره الحدود، لا هي داله جذريه ولا داله كسريه، فالدومين مالتها راح يكون ار. كل الاعداد الحقيقيه ممكن نعوض بها بالداله بدون اي مشكله، وبالتالي هذه الجي اكس هي الفتره مالتها او الدومين مالتها هو كل الاعداد الحقيقيه، فالداله الكثيره الحدود الدومين مالتها شنو؟ ار، يعني كل الاعداد الحقيقيه، لان هنا ما عندنا اي مشكله اذا كانت الداله كثيره الحدود، الداله كثيره الحدود يعني لا داله كسريه ولا داله جذريه، وبالتالي ما عندنا اي مشكله هنا، فالدومين مالتها راح يكون شنو؟ جي اكس الدومين مالتها راح يكون ار، كل الاعداد الحقيقيه، وبالتالي هنا الدومين اف تقاطع الدومين جي راح يكون هو السالب 2 و2 راح يبقى نفس الفتره، لان الار اللي هي من سالب انفينيتي الى موجب انفينيتي، والدومين مال الاف هو فقط السالب 2 و2، وبالتالي التقاطع بين هذه الداله بين الدومين الجي ودومين الار هو نفسيته دومين الاف اللي هو من الماينس 2 لل2. زين طلاب، هسه من نجي نطبق هذه العمليات نجي اول مره للاف بلس جي، الاف بلس جي يعني الاف اللي هي 4 ناقص اكس تربيع زائدا 3 اكس زائدا 1، فهذه الدومين مالته هنا الطلاب راح يبقى نفسيته، ما عندنا مشكله اللي هو من سالب 2 لل2. كذلك اذا قلنا الاف ماينس جي نفس الحاله الطلاب راح يبقى الدومين ثابت، ما عندنا اي مشكله، او قلنا جي ماينس اف نفس الشيء طلاب، او قلنا جي اف زائد جي طبعا وجي زائد اف الجمع عمليه بدالي ما عندها مشكله، فقط بالماينس لازم تنتبه انه اذا ما يصير الماينس الطرح يعني الطرح عمليه غير بداليه، لانه مثلا قلنا 3 ناقص 4 مو نفس ال 4 ناقص 3، الجمع طبعا راح ناخذ عمليه واحده هي الاف زائد جي، لان اذا قلنا جي زائد اف او زائد جي نفسه، لكن الاف ماينس جي وجي ناقص ماينس اف هنا راح تختلف، لكن هنا الدومين مالته بقى ثابت، ما عندنا اي مشكله، ما راح يتغير عندنا شيء بالدومين. طبعا كذلك في حاله الضرب الاف في الجي ما راح يتغير عندنا الدومين، المشكله وين راح تكون؟ فقط بالقسمه، وبالتالي من قلنا داله الاف على داله الجي، فهنا لازم ننتبه طلاب انه لازم الثلاثة اكس زائد واحد لازم شنو؟ ما تساوي لنا صفر، وبالتالي 3 اكس لازم ما تساوي لنا سالب واحد، وبالتالي الاكس لازم تساوي لنا سالب واحد على 3، سالب واحد على 3 اذا الدومين راح يكون من سالب 2 لل نفسه، لكن ما عدا قيمة الاكس اللي هي سالب 1 على 3، اذا ما عدا السالب 1 على 3. بتجي على يعني بدأ عندما يكون دالة جي على تقسيم دالة الاف معناها 3 اكس زائد 1 على تحت الجذر 4 ناقصا اكس ناقصا اكس، وبالتالي هنا لازم ننتبه انه شنو الجذر الدالة الجذرية لازم تكون اكبر من صفر، لازم ما يصير تساوي لنا صفر، ليش؟ لان هذا جذر بالمقام، اذا جذر بالمقام، اذا بما انه جذر لازم اكبر او يساوي صفر، لكن بما انه داله كسريه لازم يكون فقط اكبر من صفر، وبالتالي لازم ال 4 ناقص اكس تربيع اكبر من صفر، وبالتالي راح تكون الاكس تربيع اكبر من 4، وبالتالي يعني راح تكون اكس تربيع ممكن نقول اذا معناها الاكس تطلع لي موجب سالب 2، وبالتالي لقيمه الاثنين راح تخلينا المقام صفر، وقيمه السالب 2 ايضا راح تخلينا المقام صفر، وبالتالي هنا راح تكون هنا راح تتحول الفتره من مغلقه الى شنو؟ فتره مفتوحه، يعني كل الاعداد المحصوره بين السالب 2 والثنين هنا ممكن ناخذهم، لكن السالب 2 والثنين ما يصير ناخذهم، وبالتالي هنا طلاب الاختلاف صار انه شنو الفتره المغلقه صارت فتره مفتوحه، ليش؟ لان السالب 2 والثنين اذا اخذنا قيمتهم راح تخلي المقام صفر، وبالتالي نلاحظ انه هنا هي في نفس الفتره لكن تحولت من فتره مغلقه الى فتره مفتوحه، فلازم ننتبه هنا انه دائما التغيير راح يكون دائما فقط أو اغلب التغييرات راح تكون بالقسمه، لان القسمه لازم شنو المقام ما يساوي لنا صفر، لازم ننتبه عليه، هذه مثل ما قلنا بالقاعده بدايه التعريف انه هنا الدومين راح يبقى ثابت، لكن بس انتباه بالقسمه انه الاف تقسيم جي او جي تقسيم الاف، لازم ننتبه هنا ان المقام لازم ما يساوي لنا صفر. اذا المشكله راح تكون عندنا فقط بالكوشنت، هنا بالكوشنت دائما راح يصير تتغير عندنا الفتره، يا اما نستثني بعض الاعداد، وبالتالي راح يكون تتغير عندنا الداله من المغلقه الى المفتوحه، او فقط راح نستثني بعض الاعداد نقول هذا الاعداد مو ضمن الفتره، فلازم ننتبه، وهذه هذا التعريف مال الدوال كلش مهم طلاب. هنا الطلاب ايضا راح يكون بعض الواجبات المهمه اللي راح تفيدك ب انه تصير عندك مهاره في ومهارة واطلاع في حل هذه الأسئلة، فبالتالي لازم تحل هذه الأسئلة بيدك حتى تصير عندك مهارة في حل هكذا نوع من الأسئلة.
الموضوع الاخير او الجزء الاخير بالداله اللي هو الكومبوزيشن اوف فانكشن. هذا اخر جزء باللكتشر 2 اللي هو الكومبوزيشن اوف فانكشنز. الكومبوزيشن اللي هو تركيب الدوال اللي احنا اخذناه بالعربي، مثلا نقول مثلا داله بعد داله، مثلا اف اف حتى نعرف الكومبوزيشن، اف اف اند جي ار فانكشن. يعني اذا قال لك اذا كانت اف وجي دوال، ذا كومبوزيت اف يعني هذه اف بعد جي، اف بعد جي يعني او اف بعد جي يعني اول مره داله جي بعدين شنو داله اف، يعني قال لك اف بعد جي يعني داله جي اولا ثم داله الاف ثانيا. هذه كومبوزت وذ الاف داش او وذ جي داش اور جي بعد اف، يعني هنا شنو يعني داله الاف اولا بعدين داله جي، فنسميه هنا جي داش. كومبوز وذ اف دبل داش ار ديفايند باي اف بعد جي. بالنسبه للاكس يعني ممكن نقول اول مره نطلع الاف اللي برا، يعني اول مره يا داله جي، يعني هنا اشتقري اف بعد جي بالنسبه للاكس، اف بعد جي بالنسبه للاكس يعني اف بعد جي يعني اف بعده، فبعده بما معناه انه جي شنو اولا، فبالتالي نطلع الاف برا القوس ونخلي الجي للاكس، يعني نحل اول مره داله الجي وبعدين نعوض بداله الاف. واذا قلنا جي بعد اف فمعناه الجي برا والاف داخل، فبالتالي الاف هي الاول والجي هي الثاني، يعني بما معناه ان نحل داله الاف اول مره وبعدين نحل داله الجي. خلينا ناخذ امثله طلاب ونشوف شنو يعني هذه. مثلا فايند ذا فورمولا فور اف بعد جي، يعني هنا اف بعد جي بما معنى ان داله جي اولا اند جي بعد اف، يعني جي بعد اف يعني داله الاف اولا، اف جي للاكس تساوي لي اكس تربيع اند اف للاكس تساوي لي اكس ناقص 7، then find the value وجد قيمه اذا كانت الاف بعد جي للاكس 2 وجي بعد اف للاكس 2 ايضا. فهسه طلاب حتى نطلع اول شيء اللي هو قال لي اريد بالبدايه اف بعد جي، يعني اف اولا وجي العفو اف بعد جي يعني جي اولا، فبالتالي نطلع الاف اللي برا ونعوض بداله الجي، بنعوض شنو بداله الجي، فجي شنو الداله مالتنا طلاب الجي اللي هي اكس تربيع، فنخلي اول مره مكان الجي نشيل الجي اكس ونخلي مكانه شنو اكس تربيع، من قال لي اف بعد جي يعني اول مره شنو جي داله الجي، اذا نشيل داله الجي طلاب وش نخلي الاكس تربيع، فصارت اف المن للاكس تربيع، الاف للاكس تربيع. هسه نجي المن النوبه داله الاف اللي هي شنو اكس ماينص 7، اذا مكان الاكس شو نخلي دالة الجي اللي شنو الاكس تربيع، وبالتالي صارت اكس تربيع ماينس 7. اذا اول مره خليت دالة الجي او بطريقه ثانيه، بطريقه ثانيه انه شو نقول، نقول بما انه هي اف للجي للاكس يعني الاف بعد جي، فشو نقول مكان الاف نعوض شنو دالة الاف، الاف هي اكس ماينس 7، وبالتالي مكان الاكس راح شنو نخلي جي اكس. هذه طريقة أسهل طلاب، الطريقة الثانية اللي جاي أشرح لك إياها هي حاليا أسهل من الطريقة الأولى، وبالتالي شو نقول الاف جي للاكس بما أنه هي اف جي للاكس، يعني أول مرة شنو نخلي دالة الاف ومكان الاف مكان الاكس نخلي شنو جي للاكس، فدالة الاف هي شنو هي؟ دالة الاف هي اكس ماينس 7، فبما أنه الاكس ماينس 7 يعني ايش عندي مكان الاكس خلي جي للاكس، اذا مكان الاكس خليت جي للاكس فصارت جي للاكس ماينس 7، وبالتالي جي للاكس ايش يساوي لي اكس تربيع، فعوضت عن جي اكس اكس تربيع ماينس 7. كل طريقتين راح يطلع نفس الناتج، فاني افضل الطريقه هذه اللي هي اسهل، وبالتالي من طلعت ان الاف بعد جي هي اكس تربيع ماينس 7 منطيني قيمه الاكس هنا 2، فعوض بالاكس 2 فصار 2 تربيع ناقص 7 و4 ناقص 7 طلعت لي ماينس 3. الحاله الثانيه انه جي بعد اف، اذا هسه الجي شو يساوي لي، اخلي الجي هي اكس تربيع، وبالتالي اجي اخلي داله الاف داخل الجي، داله الاف وين اعوضها داخل الجي، يعني الاف اكس اكتبها وين داخل الجي، فالاف اكس مكان كل اكس اخلي شنو دال الاف للاكس، وبالتالي مكان داله الاف داله الجي العفو داله الجي اللي تساوي لي شنو اكس تربيع، داله الجي تساوي لي اكس تربيع، اذا شلت الجي او خليت مكانه اكس تربيع ومكان كل اكس خليت شنو الاف للاكس. هسه طلاب بعدين انا صار عندي هذا كله الاف للاكس شنو كله تربيع، شلت الاف اكس اخلي الداله مالتها اللي هي الاكس ماينس 7.
وبالتالي راح تطلع لي قيمه الجي بعد اف للاكس عندما 2 نعوض هنا عندما الاكس 2 يطلع لي قيمه. اي بما انا طلاب بصوره مبسطه اني اول خطوه اني هذا الاف اكس وين اخليه؟ داخل داله الجي. الاف اكس باختصار طلاب باختصار حتى نفتهم هذه الداله انه شلون نحلها. اول شيء اني داله الاف وين اخليها؟ داخل الجي. فالجي هو شنو الداله مالته؟ اكس تربيع. اذا مكان الاكس تربيع انا شو اخلي اف للاكس. اذا بما معناه انه عوض الاف اكس وين؟ داخل داله الجي. اذا بما انه الجي خارج القوس والاف اكس داخل القوس شو اسوي؟ هذه الاف اكس راح اعوضها وين؟ بالجي. ومكان كل اكس راح اخلي قوس، وبالتالي انا شو عندي داخل القوس؟ اف للاكس. اذا وين الاف اف للاكس وين راح اعوضها؟ اعوضها بداله الجي. يعني الاف للاكس وين اعوضه؟ بداله الجي. فجبت بداله الجي اللي خليت مكان الاكس تربيع قوس تربيع وخليت اللي هو الاف اكس. هسه الاف اكس اعوض بالداله مالته راح تطلع لي الاكس ناقص 7. كذلك الحال هنا انا عندي اف جي اكس. اذا هاي جي اكس وين اعوضها؟ داخل داله الاف. وين داله الاف؟ الاف اكس ناقص 7. اذا مكان كل اكس راح اخلي جي للاكس، فخليت جي للاكس صار سي جي للاكس ناقص 7. وبعدين اعوض بداله الجي اللي هي اكس تربيع، فصارت اكس تربيع ناقص 7. ناخذ مثال لاخذ لب حتى نفهم هذا الموضوع بصوره اكثر. مثلا اذا قال لك الاف للاكس تساوي الاكس تربيع زائد 1 وجي للاكس تساوي لجذر الاكس، فايند اول مره الاف بعد جي للاكس، وكذلك جد لي جي بعد الاف للاكس. بعدين المطلب بي ذا دومين للداله الاولى والدومين للداله الثانيه. هسه نجي اف بعد جي. اذا بما معنى اف بعد جي؟ بمعنى جي اولا والاف ثانيا، وبالتالي الاف راح يكون اللي برا والجي من للداخل. هسه نجي داله الاف شنو هي؟ هي الاكس تربيع زائد 1. اذا مكان كل اكس اخلي شنو؟ جي للاكس. مكان كل اكس اخلي جي للاكس، فصارت هنا جي للاكس تربيع زائد 1، مو؟ فجي للاكس تربيع زائد 1. بعدين شو اعوض مكان جي للاكس؟ مكان جي للاكس اللي هو جذر الاكس، فصارت جذر الاكس تربيع زائد 1 وجذر الاكس تربيع اللي هو اكس زائد 1. فهذه الداله الاولى. الداله الثانيه اللي هي جي بعد اف، بما معناه شنو؟ الجي بعد اف يعني جي الاف اولا والجي ثاني، فجي راح يطلع لي برا والاف راح يدخل وين؟ للداخل. هسه اجي مكان الجي شو اخلي؟ جذر اكس، يعني راح يصير جذر الاف اكس. جي هي جذر، اشيل الجي، اشيل الجي اخلي الداله مالته اللي هي جذر اكس. اذا جذر اكس مكان اكس اخلي الاف للاكس. اذا بعدين اشيل الاف اكس اخلي الداله مالته اللي هو شنو؟ الاكس تربيع زائد 1، فصار جذر الاكس تربيع زائد 1. هسه طلاب هذه شنو الدومين مالته؟ هذه الدومين مالته هي ار هنا او العفو طلاب حتى نطلع الدومين مال هذه الداله لازم دومين الاولى ودومين الثانيه. فالدومين الاولى هاي الاولى هي ار، دومين الداله الاولى دومين الاف هو ار، ودومين دومين الداله الثانيه الاكس، بحيث ان الاكس شنو؟ لا يساوي لنا صفر. يعني كل الاعداد الحقيقيه او العفو كل الاعداد اللي اكبر من صفر، لان هنا عندنا شنو؟ داله جذريه، يعني الاكس لازم هنا اكبر او يساوي لي صفر، اكبر او يساوي صفر، يعني من الصفر لمن؟ للانفينيتي. وهذه كل الاعداد الحقيقيه يعني من سالب انفينيتي للانفينيتي، وبالتالي هذه التقاطع هذه راح تكون هي كل الاعداد من الصفر للانفينيتي. يعني هنا اكس بحيث ان اكس اكبر يساوي لنا صفر. اذا طلاب ممكن اذا تريد تبسط عليك انه ترسم الدومين مال هذه على خط الاعداد، وترسم الدومين مال هذه الداله على خط الاعداد وشوف شنو التقاطع مالتهم، وبالتالي راح يطلع لنا التقاطع مالتهم اكس بحيث ان الاكس اكبر يساوي لنا صفر. للداله الثانيه اللي هي دومين نفس الشيء نطلب، بس هنا شنو راح يختلف؟ انا اعتذر طلاب صار عندي اشتباه بسيط. وبالتالي الدومين والرينج راح ناخذ عليه من حسب الداله اللي تطلع لي. فبالداله هنا طلاب من طلعت لي الداله اكس زائد 1، فالدومين مال الاكس زائد 1 شنو؟ راح يكون ار، يعني كل الاعداد. كذلك هنا طلاب من طلعت لي الداله جذر تحت الجذر اكس تربيع زائد 1، بما معناه انه هنا اذا اخذت قيم موجبه او اخذت قيم سالبه، فالسالب وين راح يضيع؟ بالتربيع. وبالتالي ان الجذر دائما راح يطلع لي موجب، وبالتالي ايضا هنا راح يكون الدومين مالته ار. هنا انا اعتذر طلاب صار عندي اشتباه بسيط وصلحته هنا بالملف اللي هو انه راح يكون هنا هذا الدومين مالته ار، وهذا يكون راح يكون الدومين مالته ايضا ار. وذلك هنا راح يكون الدومين هو ار والدومين هنا ار. اعيد طلاب هنا بعد ما طلعت الاف بعد جي طلعت الداله الاصليه مالتي
وهنا أنا أيضا طلعت الدالة هذه مالتي بعد التركيب، فهذه الدالة المركبة الأولى وهذه الدالة المركبة الثانية، هذه الاف بعد جي وهذه هي جي بعد اف. فحتى طلع الدومين أشتغل على الدالة اللي بعد التركيب، هنا طلعت الدالة اكس زائد واحد والدومين هذه دالة كثيرة الحدود، وبالتالي الدومين مالتها راح يكون ار. وهنا هذه كذلك الدالة، هنا الطلاب ليش الدومين مالتها ار؟ لأن هنا لازم الاكس تربيع زائد واحد، فبالتالي هنا الاكس تربيع زائد واحد دائما راح يكون أكبر من صفر. ليش؟ لأن هنا ما راح يطلع لي اكس قيمة سالبة، بما أنه الاكس تربيع، فإذا حتى السالب راح يصير موجب، لأن تربيع السالب شنو هو؟ موجب، وبالتالي هنا كل الأعداد هنا كل الأعداد راح تطلع لي جذور إلها موجبة، ما عندي أي مشكلة، فبالتالي الدومين مال هذه الدالة هو R. ناخذ مثال لاخ طلاب، مثلا اكزامبل 3 عندنا الاف اكس تساوي جذر الاكس والجي اكس تساوي اكس زائد 1. هنا اريد اف بعد جي، اريد جي بعد اف، كذا اريد اف بعد اف، واريد جي بعد جي. نفس الحاله طلاب نجي نحل وحده وحده، فالاف بعد جي بما معناه انه الاف برا والجي بالداخل، يعني اولا جي وبعدين الاف، فقلنا الاف برا وجي للداخل. هسه شو يسوي طلاب؟ بمكان الاف نعوض الداله، الاف هي جذر الاكس، فايش يصير؟ نعوض داله الاف راح يصير جذر الجي اكس، بعدين نعوض مكان الجي اكس اللي هو الاكس زائد واحد، فطلع لي جذر الاكس زائد واحد. هنا شنو الدومين مال الاكس زائد واحد؟ لازم يكون الاكس زائد واحد اكبر او يساوي لنا صفر، وبالتالي الاكس راح يكون اكبر او يساوي لي السالب واحد. الاكبر او يساوي لي السالب واحد يعني من السالب واحد لمين؟ للانفينيتي، او ممكن ان انا اكتبها اكس اكبر او تساوي لي سالب واحد، نفس الحاله ماكو مشكله، او اقول من السالب واحد للانفينيتي. اذا قلت جي بعد اف يعني جي برا والاف للداخل، بمكان الجي اعوض داله الجي اللي هي الاكس زائد واحد، اذا مكان الاكس راح اخلي الاف للاكس زائد واحد، بعدين اعوض داله الاف اللي هي جذر الاكس زائد واحد. هنا شنو الدومين طلاب مال هذه الداله؟ هنا لازم عندنا الداله الجذريه جذر اكس لازم يكون اكبر او يساوي لنا صفر، وبالتالي راح يكون من الصفر للانفينيتي، او اقول اكس اكبر او تساوي لنا صفر، نفس الشيء. فانا نفس الحاله طلاب من الصفر للانفينيتي. اما من اف بعد اف يعني اول مره الاف اللي برا والاف اللي داخل يعني اثنين نفس الداله طلاب، فراح يصير الداله الاف اللي هي جذر الاكس راح يصير جذر الاف اكس، وجذر الجذر الاكس اعوض مكان الاف اكس هم جذر اكس، فراح يصير جذر جذر الاكس يعني الاكس اس 1 على 4، يعني بما معناه الجذر التربيعي للاكس اس 4، وبالتالي هنا لازم الاكس اس 4 تكون اكبر ويساوي لصفر، وبالتالي راح تكون فهنا طلاب الاكس اس 1 على 4 يعني بما معناه الجذر الرباعي المين للاكس، يعني الجذر الرباعي للاكس يعني داخل الجذر ايضا راح يبقى اكس، وبالتالي لازم هنا ايضا لازم يكون الاكس هنا اكبر او تساوي لي صفر، وبالتالي ايضا راح تكون اكبر تساوي من الصفر، او نقول من الصفر للانفينيتي يعني الفتره المغلقه من الصفر للانفينيتي. كذلك الحاله الاخيره هي الجي بعد جي، يعني نطلع الجي لبرا مكان الجي راح نخلي اللي هي الاكس زائد واحد، اذا صارت جي للاكس زائد واحد، اذا مكان الجي للاكس هم اذا نخلي الاكس زائد واحد، فصارت اكس زائد واحد زائد واحد، وبالتالي اكس زائد اثنين. هذه هي الداله كثيره الحدود، اذا كانت الداله كثيره الحدود فالدومين مالتها راح يكون ار، او ممكن نقول انه من السالب انفينيتي للانفينيتي. فمن السالب انفينيتي للانفينيتي يعني يقصد بها شنو؟ الار، يعني الار يعني كل الاعداد الحقيقيه، فبالتالي اذا كتبت سالب انفينيتي للانفينيتي او اذا كتبت ار ماكو فرق، اثنينات نفس الشيء. ناخذ مثال ايضا طلاب حتى نفتهم هذا الموضوع بصوره اكبر. مثلا اذا كانت عندنا داله الاف للاكس تساوي جذر اكس، وداله الجي اكس تساوي 2 ماينس الاكس، هنا ايضا نريد اف بعد جي، جي بعد اف، اف بعد اف، وجي بعد جي. نجي اول نحل اول مطلب طلاب، وبعدين ايضا نطلع الدومين مالته. الاف بعد جي يعني انه الجي بالداخل والاف اللي برا، مكان الاف ايش نعوض بالداله مكان الاف اللي جذر، فراح يصير جذر الاكس مكان الاكس نخلي الداله اللي جوا راح يصير جذر الجي، وبالتالي جذر الجي يعني راح يصير هذا جذر داله الاف هي جذر الاكس، راح يصير احنا الاف نعوض مكان الاف جذر اكس، راح يصير داله جذر الجي اكس، جذر الجي اكس
اللي هو انه بداخل الاكس نعوض الجي اكس، راح يصير جذر الاثنين ناقصا اكس، وبالتالي راح يصير الجذر الرباعي للاثنين ناقص اكس. فجذر اثنين ناقص اكس هو الجذر الرباعي للاثنين ناقص اكس. هنا الطلاب الدومين مال هذه الداله لازم يكون الاثنين ناقص اكس اكبر او يساوي لنا صفر. ننقل الاثنين لهذا الطرف، راح يصير ناقصا اكس اكبر او يساوي سالب اثنين، نضرب في سالب فراح يصير الاكس اقل او يساوي الماينس اثنين، وبالتالي فان الدومين مالته شي يكون الاكس قلنا 2 اكس اكبر يساوي صفر، ننقلها راح يصير سالب، فش يصير اكس اقل او يساوي ال 2. وبالتالي اذا كانت الاكس اقل او يساوي 2 يعني شنو من يعني الاقل من 2 من الطلاب يعني 2 1 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3 الى ما لا نهايه. ممكن نخلي بهالطريقه هذه او ممكن نكتب من 2 للسالب انفينيتي او بطريقه الفترات من السالب انفينيتي للثنين. طبعا الاثنين ضمن الفتره قلنا اصغر او يساوي الجي بعد اف نفس الحاله الطلاب، قلنا جي اللي برا واف للداخل. ممكن انت تحل بالطريقه الاولى. الطريقه الاولى انه مثل ما علمتك انا مكان الجي تعوض الداله، فراح يصير الجي اللي هي جذر الاف اكس، بعدين مكان الاف اكس اللي هي 2 ناقص جذر اكس يصير جذر ال2 ناقص اكس. او تعوض بالطريقه الاولى اللي قلنا جي اف اكس، تعوض اول مره شنو بداله الاف اكس، بداله الاف اكس هي جذر اكس، انه بهذه جذر اكس وين تعوضها بداله الجي، فراح يصير جذر 2 ناقص اكس. اي طريقه تعجبك طلاب استخدمها ماكو اي مشكله. وبالتالي طلعت لي هنا جذر الاثنين ناقص جذر اكس. هنا جذر اثنين ناقص جذر اكس شلون راح نطلع الدومين مالته؟ هنا لازم ننتبه انه الشرط الاول عندنا عده داله جذريه داخل داله جذريه، فالجذر الاول لازم انه جذر الاكس لازم شي يكون اكبر او يساوي لي صفر. وكذلك الحال انه الاثنين ناقص جذر اكس هذا اللي داخل الجذر نوبل، الاثنين ناقص جذر اكس هذا ام لازم اكبر او يساوي لنا صفر. وبالتالي اذا نقلنا الاثنين للطرف الثاني راح يصير ماينس جذر اكس اكبر او يساوي لنا الماينس اثنين، نضرب في سالب واحد راح يصير جذر الاكس اقل او يساوي لي من اثنين، نربع الطرفين راح يصير الاكس اقل او يساوي لي اربعه. اذا قيمتين طلعت لي اكس لازم الاكس اكبر او يساوي لي الصفر، والاكس طلعت لي اقل او تساوي الاربعه، بمعنى ان الدومين لازم يكون اكبر او يساوي صفر او اقل او يساوي للاربعه، او نقدر نقول الفتره المغلقه بين الصفر والاربعه هي هذه الدومين مال الداله الجديده. كذلك الحال المطلب الاف بعد اف، تخلي اف برا وتدخل اف داخلنا وبعدين تعوض بداله الاف، راح يطلع لي جذر رباعي للاكس. فالدومين هنا كل الاعداد ما عدا شنو كل الاعداد الموجبه يعني من الصفر للانفينيتي، كل الاعداد الموجبه من الصفر للانفينيتي راح تكون هي الدومين مال هذه الداله، اي اللي تحقق لي داله اعداد يعني مدخلات راح تكون موجبه، وبالتالي ماكو اي مشكله عندنا بالدومين. كذلك الحال اذا كنا جي بعد جي، ما راح تطلع لي الاثنين ناقص جذر اثنين ناقص اكس. هنا الطلاب اول مره ناخذ الجذر الاول اللي هو الاثنين ناقص اكس لازم يكون اكبر او يساوي لنا صفر، وبالتالي لازم هنا اذا نقلنا الاثنين للطرف الايسر بعدين نضرب في سالب راح تكون الاكس اقل او تساوي لنا اثنين. بعدين لازم ناخذ لهذا اللي تحت الجذر اللي هو الاثنين ناقص جذر اثنين ناقص اكس هم لازم يكون اكبر او يساوي لي صفر، راح ننقل هاي الاثنين للطرف الثاني ونضرب في سالب، راح يصير الاثنين جذر الاثنين اكس لازم يكون اصغر او تساوي لنا من اثنين. طبعا بتربيع الطرفين راح يصير اثنين ناقص اكس اقل او يساوي لي الاربعه. هنا نفس الحالة أنقل الاثنين هذا الطرف راح يصير أربعة ناقص اثنين تبقى اثنين، وبأضرب في سالب واحد راح يصير الأكس أكبر أو يساوي السالب اثنين. وبالتالي هنا أنا اكس اكبر او يساوي سالب 2 وهنا أنا اكس اصغر او يساوي 2، اي ان الفتره الدومين مالتي راح يكون اكبر او يساوي سالب 2 واصغر او يساوي 2، او نقول الفتره المغلقه من السالب 2 سالب 2 لل 2. اذا طلاب دائما الدومين والرينج نعتمد بالدومين العفو نعتمد على الداله الجديده او الداله المركبه الجديده اللي تطلع لي بعد الحل. هنا أنا طلاب هذه يعني اعتقد حلينا عدد كبير من الامثله، فنكتفي بهذا العدد من الامثله ونعطيكم بعض من الهوم وركات. راح انطيتنا عدد تقريبا 8 هوم وركات راح تكون كافيه ان شاء الله اذا قدرت تحلها بيدك وقريت المحاضره، راح تكون السيطره على هذا الموضوع بشكل جميل، ما راح تواجه بها هذه المشكله. في الختام تحياتي لكم وشكرا جزيلا لاصغائكم.